والحديث اكثر ينضم معي الرئيس التنفيذي لسمباكو الدوائيه الاستاذ خالد بن صالح الخطف. حياك الله معنا سيد خالد ومساء الخير، شكرا لوجودك معنا ومبارك لك الشهر. دعني ابدا معك من يعني قطاع الدواء، الارقام يعني 34 مليار ريال حجم القطاع بالنسبه في المملكه، جهود كبيره قامت بها المملكه الفتره الماضيه لتوطين صناعه هذا الدواء. انتم بالنسبه في الدوائيه كيف قراتم توجه المملكه لاطلاق برنامج صنعه في السعوديه وتاثيره بالنسبه على صناعه الدواء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا في البداية اسمح لي أتقدم بأسماء التهاني لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين ومقام ولي عهده الأمين، التهاني نهنيهم بدخول شهر رمضان الكريم، عاد الله علينا وعليهم باليمن والبركات. بالنسبة لقطاع الدواء، كان للدور الكبير الذي عملت به المملكة أثر واضح في رسالة خادم الحرمين الشريفين وتوجيهاته الكريمة لتعزيز مبدأ الإنسان أولا وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية للمواطن والمقيم، كما كان لدور سيدي ولي العهد أثر كبير في المتابعة الخاصة لتطوير الصناعة الدوائية في المملكة العربية السعودية. جميل، يمكن بعد أزمة فيروس كورونا كان هناك اتجاه عالمي دولي يعني التركيز بالنسبة على الأمن الدوائي. اليوم بالنسبة في ظل توجه المملكة لإعطاء فرصة أكبر بالنسبة للصناعات الدوائية، كيف تقرؤون أنتم بالنسبة كمستثمرين في القطاع الخاص إنه البيئة الاستثمارية في المملكة اليوم أنها أصبحت جاذبة بالنسبة لكم في المملكة؟ طبعا رؤية 2030 المباركة كان لها دور في توجيه تركيز الصناعة الدوائية في المملكة إلى استراتيجيات تعتمد على نقل وتوطين التقنية بما يساهم بتحقيق الأمن الدوائي المنشود وخلق فرص عمل للشباب والشابات في الوطن، إضافة إلى رفع حصة الصناعات الدوائية في الناتج المحلي، وهذا أدى إلى زيادة وتيرة الصادرات الدوائية. وهذا سؤالي القادم لك، على مستوى اليوم التصدير بالنسبة لكم في الدوائية وفي القطاع الدوائي بالنسبة في المملكة، كيف الأسواق الخارجية اليوم بعد أزمة فيروس كورونا وعلى مستوى تصدير المنتجات السعودية اليوم اللي ذات جودة عالية أنها تتواجد في أسواق عالمية؟ حاليا بالنسبة للمنتج السعودي، المصانع السعودية تصدر إلى 34 دولة، حجم الصادرات بلغ تقريبا 1.5 مليار في 2020، ولكن هذا أقل من طموح صناعة الدواء في المملكة الدوائية. سبيماكو حاليا تصدر إلى 14 دولة ولدينا 200 وأكثر من 230 منتج شاملة، وخطتنا المستقبلية إن شاء الله تنظر إلى التوسع في النوع والكم. جميل، على مستوى السوق المحلي كيف بالنسبة توسعكم في السوق المحلي اليوم خلال يعني العام 2021؟ أبرز الخطط اللي ممكن تعملوا عليها خلال الفترة القادمة، ما هي توجهكم بالنسبة على مستوى السوق المحلي؟ حاليا لدينا أكثر من 40 منتج تحت الترخيص نسعى من خلاله إلى الاستمرار بإمداد السوق السعودي لحاجته، وأيضا إلى تطوير نوعية الأدوية لتشمل الحاجة المستقبلية سواء في اللقاحات أو في علاج السرطان، ونعمل عن طريق استمرار الشراكات الدولية، فنحرص على جلب التقنية وتوطينها في السعودية. فبالنسبة لنا ننظر إلى الكم والنوع أيضا بنفس المقدار. الرئيس التنفيذي لسمباكو الدوائية خالد بن صالح الخطف، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات.